تحفر من حاجة زعلانة. ألقتها قوات الأسد بعد أن قامت بقتله. في ريحة كتير؟ نعطيكم أبو كلمة بدك كمامي؟ يا طويل أنت عم تشم؟ طويل ما بيشم ما بيشم. هات الحبل يلا خي يلا يلا دي الحبل دي الحبل يلا خي يلا. لو في الجانب الثاني اهون من هذا الجانب الثاني الجانب الثاني لانه هلا هذا يختلف. بالعكس 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 هيك اختلف. هات الجانب الثاني هات الجانب الثاني. شد هذا شد هذا شد 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 لك يا شباب شو تعملوه هات لك يعني هذا شده هذا تبع الحبل هذا شده. لا يا شوي روي شوي روي شوي يا شباب. يا عبدو ايه بدك شده بشكل طولي ها ايه يلا شد ربوط انت ربوط الحبل وهن بيشدوا مالك انت لا ينطب الحديد يا لون شيل الحديد دي. يلا شيل شد يلا خي ابو زيد دايا ايه ايه شد 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 لعندك شد 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 اكتشاف مقبره جماعيه شد 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 هاي الحبله اسحبوا يلا بعد أن قام قوة الأسد بتصفيتهم وألقاهم في هذه المنطقة. فكوا فكوا من هون. أعطوه كيس ثاني جيبوا كياس وين الكياس؟ هات كيس ثاني يلا هات كيس ثاني يلا شباب. أنا الكمامات ما بتضيّن يا شباب أنتوا جيبوا لنا كياس. شوف لبرا. كمامات ثانية ما بتضيّن. لبرا بدي أسرع بدي أسرع. حطوا هلا برا هيك شي محل. أعطونا كيس يا شباب. ها؟ هذول عطمات المحاكين. خلاص خلاص حطهم كيس حطهم كيس هذا الشيء. جيب لك كيس عبد الرحمن. وإذا في شيء تنكي بنربطها أو سطل. عليكم في تنكي جيبها هيك من برا عن عبد الرحمن. هذا شاطه هذا شاطه؟ ممكن إيه. زدته لفوق. شيلو هذا مو شاط حكيم هذا شاطه شاطه. اعطيك كيس اعطيك كيس يلا عطيك كيس عطيك كيس هذا في جنوب 8 بنطلون هاي القاعده تبعيتي بالضبط اي 13 هذا شورت مو شورت ايش ولا شورت بالنيلون سم اكتشاف مخبره في حاجز الزعلانة شورت ايش؟ ايش هذا لون يا شباب؟ على الكيار. هذا لونه ابيض اكيد يعني هذا مو ابيض بس معقول يكون شرعي؟ هذا يمكن باس شرعي؟ باس الباس شرعي باس شرعي جوز لون ابيض هذا بس هيك صاير من شو اسمه؟ شرعي باس شرعي باس شرعي طلقات هذا مبين طلق لا مو طلق هذا شظايا شظايا هذول شظايا عجرة هاي قاعدة الجسد هذا هذيك أكثر من جسي جسد هذا وهذا هذول يمكن لك 2-1 هاي متابعة احنا هون العسكري قال بس 30 اللي شفته هون بلقي في شيء قبله 4 زايد الكوبون قال 3 يا أخي وينه أحمد بدي أشوف في غلط برا عندي قبله حط لي إياها حط لي إياها حط لي إياها حط لي إياها جيب السيفة جسد ما بعرف وين رايح اسوق ابطي كانت هون ما اخذت معك اني 4 و5 بس استنى